هذه واحدة من أعياد الرياضة. نعم. إحنا نقول هذه المباراة عيد للرياضة، إنه يلعبوا لإثم كبير. يعني مارادونا، أنا في تقديري مارادونا هو أفضل من لعب الكرة في العالم. نعم. يعني ده إثم كبير جدا. نعم. واللي يحمل هذا الكاس بيحمل كاس تاريخي. نعم. كاس تاريخي يحمل لاعب يعني هو الأفضل في تاريخ البشرية. ولاعب له بصمة في الناديين، سواء للبوكا أو للبرشا. ولاعب له بصمة كبيرة في الناديين. نعم. أنا يعني جماهير الرياضة دي أكبر هدية تقدم لها هيئة الترفيه. نعم. وأفتكر إنه ده عمل كبير جدا وعمل جبار. نعم. مباراة هتكون قمة الروعة، ويعني قمة بين برشلونة اللي بيتمثل أوروبا، وقمة أيضا بين بوكا جونيورز اللي يمثل الكرة اللاتينية. نعم. فأعتقد مباراة للتاريخ. نعم. مباراة التاريخ هي حتى المباراة المتوقعين للندية بين الكرة الأوروبية والكرة اللاتينية، متوقعين إنه يعني طبيعي يكون طابع تنافسي. بالتأكيد. نعم. يعني فريق برشلونة يمر طبعا في هذه الأيام بظروف لم تمر عليه، يعني من 20 عام لم يلعب في الدوري الأوروبي. الدوري الأوروبي. نعم. وبالتالي ربما تكون هذه فرصة ليحقق بطولة. شيء نفسي حتى. شيء نفسي لجمهوره. نعم. يعني. نعم.